شو راتشيكا؟ ليش اجيتي لهون؟ انت خوفتيني؟ لانه بدي اعرف شو المناسبه حتعامله هاي الحفله وليش ما خبرتيني عليها. شو رح تفرق معك اذا خبرتك من الاول او لا؟ تفرق كتير. عرفت بالحفله اللي عملتيها من رفقاتي المشتركين بيني وبين اكشي. رح اشرح لك وبدي تفهمي شغله. انا عم احتفل بابني اللي جاي واعمله حفله كبيره لانه اهله لاكشي هنن اللي حابين انه تيجي العالم كله لعندي مشان تبارك لي فيه. لهذا السبب عاملين هاي الحفله. ميغا، ايه مرت عمي؟ ميغا، في جماعه تحت اجوا كرمال يحضروا الحفله. كان لازم تعطيني خبر انه بدك تعزمي رفقاتك كمان. كنت عملت حسابي وحضرت. لا مرت عمي، انا ما عزمت حدا ابدا، وكمان ما خبرت حدا اني عامله حفله للولد. بس هن قالوا انك عزمتيهم على الحفله واجوا لحتى يباركوا لك بالحمل تبعك. جايين يباركوا لي وانا عازمتهم؟ ايه هنن هيك قالوا. طيب مرت عمي، بس لا اخذ الموبايل. يا عيني يا عيني. يلا 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 ارقصوا كلياتكم، ارقصوا سوا. مين عزمكم لهون؟ انا ما عزمت حدا ابدا ولا خبرت حدا عن هاي الحفله. شلون عرفتوا اني عامله مبارك؟ مو انا اللي قتلته لاكشي، ميغا هي اللي قتلته. على اساس روتشيكا كانت بدها تشهد ضد ميغا بالمحكمه، شو يلي جابها لهون على الحفله لكان؟ تصرفاتهم كانت بتدل على انهم اعداء. طيب شو عم يعملوا مع بعض؟ يعني هلا هن رفقات ولا لا؟ لو سمحتوا جاوبوني فورا، مين خبركم؟ وشو عرفكم انه في حفله؟ مين عزمكم؟ شو يلي عم بصير معكم؟ ليش ساكتين وما عم تحكوا شي؟ مين هذا يلي قالكم انه في حفله هون؟ اسمعينا قلك، نحن منجي من حالنا وما بدنا عزيمه من حدا ابدا، وعنا كمان مصادرنا الخاصه فينا. ايه ايه صح كلامه. كيف؟ ما فهمت شو عم تحكي؟ خلص كارينا خليني احكي، بس اول شي بدي اقول شغله، انت بتشبهي وحده بعرفها كثير منيح، وهي كثير حلوه واسمها سوشميتا، ها؟ واللي خبرنا بالحفله البنت يلي بترد على التليفون بالمشفى، هي اللي قالت لنا. ايه وبس تعرف انه في وحدة حامل بتتصل وبتخبرنا انه في حفلة وبتعطينا العنوان لنجي ونبارك. بريد تنسيتي انه تغيري صوتك وهلأ رح يكشفونا ويعرفوا انه هدول نحنا.